وردة سرها المحبة. ما سمحت شيف مسهلها البنة. ليبرتا للأسفار والسياحة، حجاجنا ومعتمرينا في مم وعينينا. بالما اونو دون اكسلونت كاليتي. انا جربت بالما وانتي وقتاش؟ بالما سورس دو ناتور او كوتيديان. راهي عبيد. فورنيتو سهل عليك الكوجينة. صباح الخير، مرحبا بكم الناس الكل في الماتينا ليميسيون اللي تجيكم من اثنين للجمعه من 9 ل 11 متاع الصباح والاعاده من 4 ل 6 متاع العشيه بيان سور على قناه التاسعه. نهايه اسبوع موفقه للجميع، خرجوا صغيراتكم يحوسوا بما انه العطله قريب توفى، امشوا الجرجيس هذه ينصحكم بها شيف ايوب، تمشوا الجرجيس عندهم مهرجان متاع زيت الزيتون، من بعد يعطيكم اكثر تفاصيل على المهرجان هذا اللي هو باش يكون ان شاء الله غدوه السبت ولا حد، هكا المعلومه اللي عندي. دونك في حلقة اليوم الجمعة باش نحكيو على التوحد وعلاقته بالماكلة، من المرأة وهي أنسانت، من المرأة وقت اللي عندها بيبي في كرشها، شنو يلزمها تاكل، شنو ما يلزمهاش تاكل، كيف كيف صغير كي تولد شنو يلزمنا نواكلوه باش ما يجيهش التوحد، كيف كيف باش نحكيو على مهرجان الطفل، مهرجان نيابوليس بنابل، وغيره من الأركان موجودة متوفرة في برنامج الماتينال كما العادة. بونجور لي فيفي. صباح الخير. أحوالكم؟ الحمد لله. صباح الخير والخمير ورزق لك كثير يا رب. هي رزق لك كثير باهي. أنت الخمير. أخر من فلوسها. الخميرة والهناء برشا حكايات باهيين. الحمد لله. إن شاء الله ربي يرزقكم بالخير والخمير الناس الكل تسمعوا فينا. تابعونا من بعد كالعادة في نشرة الخنار، عندي برشا برشا أخبار مزيانين، فما شكون باش يعجبهم فما نتأكد شكون ماهوش باش يعجبهم. صباحكم فلو ياسمين. كالعادة أيضا. صباحكم فل وياسمين، الناس الكل مرحبا بكم في حلقة جديدة من ماتينال. أنا اليوم في لايف ستايل باش نرجعوا نحكيو شوية على الإكسسوار مع تم تم، دونك اقعدوا معنا باش تعرفوا شكون تم تم وشنو يعملوا وشنو هما الإكسسوار باش نحكيو عليهم اليوم في لايف ستايل. صحة لوك. عيش. صحة لوك. صحة. صحة. قال بكري تاها الكاميرامان معنا قال يا بربي حبيبة ركز لي في كولور بركة باش نجم نعمل الضوء. قال لي هو جاي قال لي شبيك عملت شعرك ابيض؟ قلت له ليه جري؟ قال لي انا راه فيها بكري. انت كاميرا من الشاي اللي عنده. دونك بونجور شيف ايوب. بونجور بونجور، صباح النور ساده المشاهدين الكل. اليوم شيف فتحيه مش موجوده باش تحوس، برد الدنيا وفتحيه باش تحوس. مرحبتين بكم، انا باش نقدم لكم المالح والحلو اليوم. في الحلو باش نبدا كيما جرت العاده، كيما كانت شيف فتحيه تقول، باش نعمل حاجه خفيفه وسهله وبنينه وخاصه ما تكلفش وما تاخذش وقت. الطبق اليوم باش يكون تارتليت، باش نعملوهم بالكريم تاع الماندارين، مدنينا تو وقتها باش نشوفوا كيفاش نزينوهم هذا الكل مع بعضنا. الكريم دو ماندارين اكيد باش نعملها بالكريمه الفاني، والا تاخذوا كريمه فاني سورتو من عند سمارت شيف، خاطر تركب عليها جو اخرى وتجي جو اخر ويجي ياسر بنين. دونك هذايا الطبق نتاع التحليه. بالنسبه للاطباق اليوم في المالح شنو هو باش تكون؟ باش تكون عندنا طاجين كبده مزيان برشا باش نعملوه بالبروكلو. البروكلو انا ديجا كنت عملت به قبل طاجين بالدجاج من عند مليحه، اليوم اخذت كيف كيف الكبده من عند مليحه، تنجموا تلقاو في لي بوان فونت مليحه كبده دجاج والا كبده داند. هذوما باش نوظفوهم في الطاجين نتاعنا باش نعمل معاهم جوته. دونك هذايا الطاجين. بالنسبه للطبق الرئيسي باش يكون مميز شويه اليوم المحمصه، لكن مش جاريه المحمصه اليوم، باش نعملها مفوره بالشفرات. خذيت شويه شفرات. ها بركوكش؟ لا لا مش بركوكش. البركوكش راهو هو برشا يقولوا البركوكش يستعملوا فيه المحمصه الخشينه. لا البركوكش هو كاليبر اخر نتاع بات، يكون خشين كيما كعبه الحمص ويفوروه والا يعملوه جاري، خاصه معروف يعملوه برشا جاري، يعملوه في قفصه ويعملوه في توزر ويعملوه في الشمال الغربي ويجي ياسر بنين. احنا اليوم باش نعملوا المحمصه مفوره بالشفرات، فيها الجلبانه، حبيت استغل الجلبانه لانه توا وقتها وبدات تربخ في السوق، ان شاء الله سومها يطيح شويه.
برشا برشا جو خمسه وخميس الله واحد ان شاء الله نهمشتنا اكيد. دونك السليطه اليوم باش تكون باش نستعمل فيها اللفت زاده كيف كيف اللفت فولد وقته توا باش ناخذوا اللفت هذايا باش نقصوه نحطوا معاه شويه خيار. الخيار تو موجود فقوس هي وقته تعدى توا موجود الخيار في المارشي باش نزيد معاها من شاركوتري من عند مليحه شويه بصل في السلطه نتاعنا للي يحب البصل ما يحبش نحيه تنجموا تزيدوا معاها طماطم تنجموا تزيدوا معاها طماطم شريحه شويه زيتون شويه فلفل بر عبيد شويه ليمون اللي تحبوا. السلطه هذه تجي ياسر بنينه مزيانه تفاصيلها كيف ما قلت لكم تلقاوها بعد شويه معنا في كوجينة الماتينال. انا نحب نشوف هالفتيات وتفاعلهم مع السبور اليوم سيرتو ليدي غاغا الماتينال اللي هي حبيبه صح الشعر كل مره في لون عسل ليدي حبيبه ميرسي بوكو شيف ايوب. alors احنا نمشيو سبوت بالما نشوفو الكوتش خليش محضرنا مي بالما مي منبع طبيعي ريش ان مغنيسيوم اي ان كالسيوم بالما اونو دون اكسيلونت كاليتي انا جربت بالما وانتي وقتاش بالما سورس دو ناتور او كوتيديان. ميرسي فاطمه بونجور ناس الكل كيما معودينكم كل يوم في الماتينال عندنا سيونس دو سبور. اليوم محضرين لكم موضوع تريز امبورطون اللي هو لي بوستور او كور دونترينمون. عندنا بلوزيور تيب دي زيكزرسيس دو جامب بارتي سوبيريور بارتي انفيريور. شاك فوا باش نعطيو اكزرسيس باش نعطيو الفيريفيكاسيون نتاعو تبعونا بالباهي خاطر هذايا تهم لي سبورتيف الكل خاصه لي دوبيتون. اوكي يلا باش نبداو معايا امير اليوم باش نبداو بسكوات. يلا نخدمو سكوات نورمال. دونك سكوات نورمال لي تالون او نيفو دي زيبول سينو اكثر شويه. تري بيان يلا بواترين ديجاجي كي نهبط لي جونو اليكستيريور. يلا امير وريو الموفمون. تري بيان جوست نهبط الهونش يبدا ميم نيفو افيك لي جونو. تري بيان انجل 90 ونعاود نطلع. تري بيان لي بوانت اليكستيريور لي جونو ميم لين مع لي بوانت اون غارد لا بواترين ديجاجي ما نهبطش بظهري. تري بيان موفمون تبدا من الهونش للجونو برافو نهبط اكسيلون ريسبيراسيون توجور برافو ستوب امير. دوزيام موفمون مازلنا في البارتي الجامب باش نخدمو البارتي انفيريور. دونك فونت لومبا اون اريير. تري بيان نهبط جامب افون انجل 90 جامب اريير فاس او سول جنو جامب اريير فاس او سول بواترين ديجاجي ما نعملش بونشمون فيغ لافون خاطر موفيز بوستور وتصير تعمل ديتونسيون سور لا بارتي لومبير ومن بعد هذي تولي دي بلوسور. سي بيان نعمل نبدل ساق نهبط برافو. سي بيان ديما لي زيبول اون اريير كود فيغ لافون بور فيلوي لي البار باش ما نعملش بونشمون ديما نقدم لي كود نتاعي القدام. تري بيان ستوب. تري بيان ميتنون باش نعملو تيراج ديسون تيراج هادي موفمون دي دورسو هذايا تيري ولاشي. اهم حاجه ظهري بلا افاسي تو لي كوربور هونش. تري بيان امير هونش فيغ لاريير غوغار فيغ لافون ما نهزش راسي الفوق ديما نغزر قدامي لي جونو سوب. C'est bien. Les coudes serrés. Quand on a l'angle de l'écoute, quand on sollicite avec les trapèzes et les épaules arrière. On a acheté un peu de ça, donc on serre les coudes. On a fait le tirage de l'écoute. C'est bien. Maintenant, je vais mon épaulé jeté. Mouvement combiné, choix. Combinaison entre tirage poitrine et rotation et presse. Yalla, Mirwarina. Hop. C'est bien. Am Hajel bar proche du corps. L'écoute à l'extérieur, bravo. Une deuxième fois, excellent. Bat proche, nam squat et presse. Légère flexion sur les genoux. Une deuxième fois, maou demir, hop, rotation et poussez vers le haut. Excellent. Maintenant, je t'adore, mouvement biceps. Yal. Supination. L'écoute serré, regard vers l'avant. Très bien. Allez, biceps, tirage. Excellent. Aham haja stabilité. Nhaou l'khdem stable.
من غير ما نعمل معناها دي موفمون لي كود يبداو سيري البار او نيفو دي زيبول اكسيلون هابط موفمون تبدا فلويد ما نزربش تري بيان كونترول دو موفمون اي ريسبيراسيون تري بيان انكور اون اي ستوب سي بيان بوزي لا بار امير باش نعداو ترافاي سون شارج بوزيسيون بون بيان Très bien. Position pompe Kemara. Deux plats. Zéro courbure. Épaule, hanche, genou et. Très bien. Et cheville, même ligne. Yal. Narbot. Les coudes à l'extérieur. Bravo. Bravo. Qui narbot. Dima nous garde même posture. Ok. Travail dynamique. Fais le poitrine. Et statique. في البخي نتاع الكور في لي جون في الدورسو في لي زابدو ستوب امي تري بيان دونك باش ناخد تابي اكستنسيون دو دو يلا اكستنسيون دو دو نخدمو اللومبير على كرسي كوشي فونترال تري بيان لي برا دوسو دو لا تيت ولا خد بالك كيف كيف يلا نعاود نطلع فوق ساقية فيكس فيكس ساقية فيكس جوست نطلع بالباتي سوبيريير دو كور بيان لا ريسبيراسيون توجور ريغوليير ما تشدش من فاس اكسيلون ستوب برافو كيما مرة زيرو كوربيو اهم حاجة خاطر لي بليسيور الكل يجيو في البارتي دورسال من لي موفيز بوستيور تقطع الكتف واللوطا البارتي لومبير معوجة حاجات كيما هكا دونك اهم حاجه ركز عليها في ليكزيكسيون تاع ليزيكزيرسيس اون غارد لا بواترين ديجاجي اون سير لي زابدو ريتروبولسيون دو باسا ليجير فليكسيون في لي جونو ونخت نحاول نحن نسكر لي بوان معناها لي فيبل في البدن اللي هما لي زيبول البارتي هانش اي لي جونو ونخدم لابس اوكي بور لو مومون وريناكم كيلكو اكزيرسيس اللي نجمو نخدموهم سون شارج Mais presque manière, elles sont tous les mêmes, même vérification, même posture, le tirage polyote, fait le travail des jambes. Aham haja, on sacre la hanche en tiaï, on charge la hanche en arrière et on garde la poitrine dégagée. On est à l'aise, mertah. Merci pour vous. Inch'Allah, qu'on nous fasse une haja l'yoma. À la prochaine, Inch'Allah. Merci bien. ميرسي بوكو كوتش خليل يعطيك الصحة حنا تويكا وقيت أبراج البنات نشوفوا الفلكي عمر الورتاني شو يحكي لنا على أبراج مخليتنا وش مخبيتنا الأسبوع هذا إذا مرحبا بكم مرحبا بالسادة المشاهدين معكم الأستاذ عمر الورتاني عضو في الاتحاد العالمي عميد الفلكيين الروحانيين بتونس مشكورين مش نعطوكم بس على الأبراج اليوم ونبدو بداية ببرج الحمل اللي هو من مواليد 21 مارس إلى 20 أفريل برج ناري الكوكب المؤثر المريخ البرج المعاكس الميزان هذا الأسبوع الأجواء تشجع على تقديم المزيد في المجال العملي العاطفة نقول حذاري من الأفكار السوداء التي تسبب لك القلق الصحة الرياضة هي في المرتبة الأولى اللي تساعدك على تطوير اللياقة البدنية باش تبقى ديما مزيان الثور من 21 أفريل إلى 21 ماي هو برج ترابي الكوكب المؤثر الزهرة البرج المعاكس العقرب رؤيتك للأمور غير واضحة حاول قراءة حساباتك وفرصة لكسب المال أما بالنسبة للعاطفة يجلب لك الفلك المصالحة والحنين الصحة تستعيد ثقتك بنفسك هذا يحسن حالتك النفسية الجوزاء من 21 ماي إلى 21 جوان هو برج هوائي الكوكب المؤثر عطارد البرج المعاكس القوس مسألة قديمة تسبب لك القلق ما تخليش شكون يستفزك احمي سمعتك وصلح الأمور بطريقة ذكية أنت يا برج الجوزاء من أصلك من الناس الأذكياء
ثم نرجع للعاطفة، يأتي الحب من خلال رحلة أو زيارة فيما يخص الأقارب. الصحة في قمة النشاط والحيوية، إن شاء الله ديما من حسن إلى أحسن. السرطان من 22 جوان إلى 22 جويلية، هو برج مائي، الكوكب المؤثر القمر، البرج المعاكس الجدي. تتحصل على فرصة جيدة إذا كنت عاطل عن العمل، وتعزز مكانتك في مكان هايل باهي إن شاء الله. بالنسبة للعاطفة، مشاعرك السلبية تخليك تنقد أحبابك وتنجر عليهم خلافات عائلية. أعرف كيفاش توصل تصلح وضعك بين هذا وهذا. الصحة، حالتك الصحية مستقرة، ابعد على الأكل السريع ونظم وجباتك. الأسد من مواليد 23 جويلية إلى 22 أوت، برج ناري، الكوكب المؤثر الشمس، البرج المعاكس الدلو. نقول له احمي ميزانيتك، ما تستثمرش أموالك في أي مشروع، وكون دقيق في خطوات ثابتة. بالنسبة للعاطفة، تتلقى إشارة إيجابية هذا الأسبوع، واحمي استقرارك الزوجي. الصحة، تفسح وخذ عطلة للترفيه لأنك أنت في حاجة إلى الراحة. العذراء من مواليد 23 أوت إلى 22 سبتمبر، برج ترابي، الكوكب المؤثر المشتري، البرج المعاكس الحوت. أنت متفائل وإرادتك صلبة، ثابر وما تستسلمش، ربما تتحصل على ترقية. بالنسبة للعاطفة، فترة تعارف وتلاقي وانسجام. الصحة، تقرر تغيير نمط حياتك وتتخلى عن التدخين. الميزان من 23 سبتمبر إلى 23 أكتوبر، برج هوائي، الكوكب المؤثر الزهرة، البرج المعاكس الحمل. أسبوع إيجابي إن شاء الله، يوعدك بالنجاح على الصعيد المالي والعملي والدراسي. أما بالنسبة للعاطفة، نقول احمي استقرارك الزوجي والعائلي. الصحة، حذاري من أوجاع المعدة وسببها الوجبات السريعة، تجنب وابتعد. العقرب من 24 أكتوبر إلى 20 نوفمبر، برج مائي، الكوكب المؤثر المريخ، البرج المعاكس الثور. نقول له ما تصرفش أموالك في أشياء تافهة، وكون عبقري في حياتك المهنية. فعلا أنت عبقري، ورد بالك من الأخطاء. العاطفة، أسبوع دافئ ومطمئن. الصحة، عملية انتعاش بعد مشاكل صحية. هذا الأسبوع تتكلف بعمل إضافي يتطلب جهد كبير، وثيقتك في نفسك دعمك ودعم مكانتك في العمل. العاطفة، تتخذ خطوات جريئة لتحسين وضعك العاطفي. الصحة، مارس رياضة في الصباح الباكر، والمشي يخفف من ألام الظهر، علميا معروف هذا. الجدي من 21 ديسمبر إلى 19 جانفي، برج ترابي، الكوكب المؤثر زحل، البرج المعاكس السرطان. ابتعد الأفكار السوداء التي تشوش أفكارك وهدي أعصابك وريضها. بالنسبة للعاطفة، بفضل شخصية مميزة هذا الأسبوع، من أكثر الأسابيع رومانسية. الصحة، لا تقلق بخصوص الوزن الزائد، فأنت في حاجة لنظام رجيم متهذب وباهي. الدلو من 20 جانفي إلى 18 فيفري، هو برج هوائي، الكوكب المؤثر أورانوس وزحل، البرج المعاكس الأسد. ما تعقدش الأمور في بداية هذا الأسبوع الذي لا يسير بسهولة. بالنسبة للعاطفة، أسبوع صعب قد يؤدي إلى خلافات مع الحبيب، وإذا تعمل خلافات مع الحبيب حتى من النوم يهرب عليك يا روحي. الصحة، للإطمئنان على صحتك عليك بالرياضة والراحة والاستجمام. الحوت
من 19 فيفري إلى 20 مارس برج مائي، الكوكب المؤثر نبتون والمشتري البرج المعاكس العذراء. أسبوع ممتاز تكتمل فيه بعض مصالحك وحذاري من شر الحساد. العاطفة أسبوع رومانسي وانت ملقان نشاط. الصحة اليوم اهتم بنظام صحي وراحة البال. طيب مش نعطوكم بس على أبراج فيما يخص النساء فقط، شنو الشيء اللي ما يحبوش النساء في رجالهم؟ أمور تثير جنون أبراج النساء. برج الحمل من النساء ما تحبش الراجل زوجها يكذب عليها، وما تحبوش يتناول الطعام خارج المنزل، وهذا من حقها. الثور ما تحبش رجلها ينقد لباسها، وما تحبوش يسيطر عليها ويستعجلها، تحرك هذيك وخك بس روحك في هذيك وذيك، ما تحبش من يأمرها ياسر. بالنسبة لأبراء الجوزاء ديما من النساء ما تحبش شكون يسألها على عمرها، نساء بصفة عامة حتى في العالم ما تقولهاش من المستحسن قداش عمرك. وما تنساش عيد ميلادها، على الأقل تهديلها وردة وتبسيمة وتطبطب على ظهرها. أما برج السرطان انتقاد نجاحها واهتمامها بالفشل. ما تنقدش نجاحها وما تقولهاش أنت فاشلة في أعمالك وتصرفاتك، ما تحبش المرأة هكا. أما برج الأسد هي اللبة مرت الأسد، ما معهاش لعبة وما ترحمش، رد بالك راي تاكلك بالتخبيش. محاولة السيطرة عليها، ما تسيطرش على مرأة الأسد هي اللبة. أما العذراء انتقاد طريقتها في طبخ الطعام، ما تحبش شكون ينقدها، ديما ماكلتك باهية وبراري غلطت وتعمل غلطة في الطبخ، قولها يعطيك الصحة سبحان الله ش عندها. الميزان ما تنظرش لها كجسد، طبعا هي تحفونه وتبدا تدور قدامك وانت تصلي على النبي يا محلاها وتبدا لاهي بها، قل لها زاده يعجبني تفكيرك تعجبني. ما ننظروش للجسد فقط، ديما نهزولها مورالها المراه بصفه عامه. العقرب، العقرب نرجعوا لها ما ترحمش. اياك وخيانتها، فانها لو اكتشفت ذلك فسوف تدمرك. العقرب من النساء إذا تحس بالزوج يخونها نهاره ما نقولوش أسود، نهاره أبيض إن شاء الله، نتمنى له نهار أبيض خير من نهار أسود. أي القوس لا تحاول تمحي شخصيتها، ما تحاولش تمحي شخصيتها وشعرها اللي ديما عندها استقلالية، ما تحاصرهاش ياسر، ما تخليهاش وين مشيت وين كذا كذا، شوية راحة وأعرف كيفاش تتصرف معها. الجدي إياك تنتقد عائلتها، ما تنقدش العائلة متاعها، أعطي كلمة طيبة وديما ويا ربيش. أما بالنسبة للحوت التكشير في وجهها ودائما ابتسامة حلوة، وهذاك صحيح المرأة على أعصابها ياسر، أنت تبدأ راقد وهي تبدأ تسهر على أولادها، وتزيد تقوم لك الصباح هي اللي تحضر لك القهوه، شوف قداش تعبه. على الاقل كي تبدا تخرج من عقلها شويه ناخذ بهواها ونعدوا لها بهواها، وان شاء الله ديما زينه. مرحبا بكم ومرحبا بالجميع، هذه ابراج الاسبوع قد انتهت، وان شاء الله كل اسبوع نعدوا لكم ابراج جديده، وان شاء الله هذا البرنامج ينال اعجابكم، وربي معكم. تحيه لكم وللجميع. دونك هذا كان الفلك عمار الورداني، كان يقول لنا شنو عنا وش مخبينا الابراج نهايه الاسبوع هذا. سعداء باستقبال مدام مونيا غزيل ومعاها كركوان، تقول كركوان كركوان الذواب، بناتك هبلوني راهو، انا ما نحفظش لساني نقول لهم بالكي لين خلصوا كانوا كركوان. خا هذيك اللي نجات الكي وكركوان نصعب شوي. دونك مرحبا بك، عايشك عايشك الحمد لله. هذه نتاع البرودوي بيموغ يعني نزرق والبيوض جيت شفتها هذيك يعرفنا. دونك شنو احوالك مدام؟ الحمد لله عايشك الحمد لله الحمد لله يا ربي. علاش نحكيو على برودوي بيموغ؟ ما قبلنا جاب واحد الشيف ايوب رسول ويجوا لوحده في الكوزينه. مالا وين غيب غيب يا قط تلعب يا فار. دونك مرحبا بكم ساده المشاهدين، استنتجوا انتم انا والقط وانا والفار. اليوم قاعدين باش نحضروا كيف ما قلنا طبق مميز شويه، المحمصه مانيش نعملوها جاريه باش نعملوها على طريقه الشيف ايوب. اليوم المحمصه مفوره بالشفرات
باش ناخذ البصل الاخضر لانه وقته طوال البصل السقوي قصيته جيد بالكدا بكدا، ما ننسوش منافع البصل. دونك ماذا بيكم حتى صغيراتكم تغشوهم في وسط الماكله وتحطوا لهم البصل هذايا، راهو مهم برشا. دونك باش نزيد عليه هنا زيت بيولوجي من عند الزيان، زيت الزيتونه. حكينا برشا على منافع زيت الزيتونه منين يكون معصور على البارد، ومنيا اكثر واحده ممكن تعرف كيفاش الزيوت تتعصر على البارد لانه تحافظ على قيمتها الغذائيه، بخلاف هذايا تحافظ على قيمتها الحمائيه اللي هي تحمي الشرايين نتاعنا، الشرايين الدمويه. دونك سمعني ايوب، نعم. واللي عنده البروستات ينجم ياكل برشا عسل البصل الاحمر، ينفخه في الخل وبعد يشلو يحط معاه طماطم سلاد، راهو يجي ياسر مين هو الخل والبصل هذا مزوز نافعين خاطر اللي عنده بروستات راهو تنفعوا برشا. دونك هذايا البصل نتاعنا، تو باش نزيد عليه هنا المحمصه البنينه والمزيانه من عند ورده، خذيتها كيف ما قلت لكم انا برشا مرات، تشد الصوص بالكدا وما تعجنش سيرتو، حمصه نظيفه. دونك من باكوها هكا نعديها ونزيد معها هنا الشفرات، لكن الشفرات هنا حبيت نوريكم انا قبل كيفاش نجموا نعملوا الشفرات هذيا. ناخذوا كردون ولا حاجه ماضيه ونجي وين هذيا المصرانه نتاعها ونخرجها. دونك هذيك راهي نجم تشد الرمل. دونك انا الكل نظفتهم، خليت كعبه باش نوريكم بها ديمونستراسيون. دونك هنا بعد ما نظفت الشفرات نتاعنا نعديها مباشره مع المحمصه مع البصل وزيت الزيتونه اللي اخترناه من عند الزيان، نزيد معاهم هنا بقيه المكونات اللي هي باش تفوح لي الصوص بالكدا بالكدا. اولها الهروس الدياري من عند عبيده، هروس فاوح بالثوم بالكدا بالكدا ومعاه تابل كرويه كيف كيف، يجي ياسر بنين. باش نزيد معاهم هنا طماطم حكه من عند عبيده، الكميه اللي تكفيني على رطل محمصه اللي انا حطيته من عند ورده. دونك هذوما الكل مع بعضهم، باش نزيد عليهم شويه ثوم من عند فورنيتو. دونك من الكونجيلاتير مباشره حطيته شويه في ميكرووند، وكان حاضر الثوم هذايا تلقاوه كيف ما قلنا في المراكز التجاريه وين لي برودوي كونجيلي دونك موجود ومتوفر. نعديه ديريكت مقشر مرحي حاضر باش نزيد معاه شويه تابل وكرويه، نزيد معاهم شويه فلفل اكحل، نزيد معاهم شيشه كركم، واكيد ما ننسوش شويه ملح خطر الملح ما نكثروش خطر ثم في الهروس اللي حطيناه من عند عبيده. هذه المكونات الكل تتخلط مع بعضها ونصب عليها الجلبانه. انا خذيت جلبانه هنا قشرتها وغسلتها، دونك الجلبانه نتاعنا خير ما نحط الحمص مع البات خاطر المحمصه ما تاخذش برشا وقت في الطياب. دونك كي نحط جلبانه كيف كيف تطيب معاها فرد وقت، كي نحط حمص تعجن البات تشد بعضها برشا وما الحمص يقعد ما يطيبش. دونك ديما نردو بالنا راهو الكويسون هو اللي نجح لي لي بريباراسيون تاعي. هنا توا باش نزيد هنا شويه معدنوس وشبت، دونك هكا خلطوا هذوما الكل مع بعضهم ويتحطوا في الكسكاس يفوروا مده 20 دقيقة يكونوا حاضرين. الكروفيت ما لازمهاش تطيب برشا، دونك البات كيف كيف في ساعة ما تطيب بالخضرة الماء الموجود في الخضرة اللي هو هالمعدنوس والشبت هذوما مع البصل باش يسيبوا ماء بالكدا بالكدا، يخلي المحمصة نتاعنا تطيب في وقت قياسي وتجي ياسر بنينة وفوحة. صحة وشفاء. هذه المحمصة المفورة، بعد شوية باش نرجعوا لكوجينتنا ونشوفوا طاجين الكبدة والبروكلو كيفاش باش يكون إن شاء الله. ميرسي بوكو شيف أيوب. ألوغ نرجعوا مع مدام مونيا غزايل، احكي لنا على معرض الصفاقس. مونيا غزايل نكملوا إن شاء الله معرض الصفاقس نهار الأحد، معرض الصفاقس الدولي في الهول تروا، كل شيء متوفر وموجود، مرحبا بالناس الكل. سينو إن شاء الله نهار 17 جانفي، خاطر انا كنت غلطه نقول لهم نهار 20، هو راهو نهار 17 جانفي اللي باش نكونوا ان شاء الله متواجدين في معرض سوسه الدولي. دو بريفيرونس يجيو في العشيه مش في الصباح، خاطر الباب ما يحل كان مأخر مع نص النهار او كالعباد كان النهار الاول برك، لو لوندما راهو يحل الباب من 10 للسبعه. دونك مرحبا زادة بالناس الكل اللي يستناو فينا في الساحل والساحلين ودوائر الساحل الكل. المقر نتاعنا احنا مقر الشركه اللي هي شركه معناها من 15 سنه في المقر هذا في حي نهج خلفاء الراشدين مده عام، اللي عملنا الانيفرسير نتاع معناها المقر الجديد. الساده الجامعه على اليسار مقابله قهوه، دوروا معاها على اليمين ثاني دوره على اليسار وبعد ثاني دوره على اليسار. دونك مرحبا بكم الناس كل يوم من 9 ل 6
في المقر نتاع الشركه. باهي على شنو نحكيو؟ فيبريت ولا مازلت؟ فيبريت ولا مازلت؟ لا مازلت مازالوا يطلبوا. انا اللي قاعده نفبري فما برشا ناس معناها يجيو دي كومونتيرات مدام منيا يقول لك انا نخاف سورتو اللي بدا عندي مرض والا حاجه باش ناخذ حاجه اخرى والا ناخذ في دواء ولا حاجه. شنو يكون الحل معنا؟ الحل اللي احنا ديجا انا ولا لي زاسيستونت كيف يجينا معناها كا ديجا نبعث للطبيب والطبيب يبعث لي دي سيرتيفيكا. مش هي تنجم تاخذ المنتوج وانا نعرف اللي المنتوج خاطره طبيعي اي حد ينجم يستعمله، اما انا باش نطمن معناها العباد قلها تمشي للطبيب وتجيب لي سيرتيفيكا من عند الطبيب اللي هي في الحاله راهو ثم حاجتين كي تبدا عندها ضغط معناها تاخذ في حرابش التونسيون هذيك هي معناها الحاله سورتو في حالات البرص للكبار واللي راها انا راهو عندها ميلالين نتاع بدنها معناها برشا تلقاها بيضت بكلها والا يبداو شويه ديتاش في الوجه تجي تقول لك قعدوا لي مثلا زوز يبداو غامقين برشا هذيك راهو نقولها راهو ما يتنحاش بالكل والا يلزمك راهو السوف الكبير مش تنجم تسترجعك المناعه نتاع البدن الكل يحب لها برشا وقت. احنا عندنا دي ريزولتا اكسترا اوردينير توا في البرص في شهر وفي شهرين العباد قاعده ثم اللي يتجاوب معاهم وراهو التريتمون من شهر للعامين هذيك المده نتاع نقولوا احنا الشفاء ان شاء الله يا ربي. وعندنا دي ريزولتا من خمسة شهر من شهرين من ستة. البارح عندي بنيه ديجا تاخو كان في المورينجا عندها 5 موا اللي في عينيها ديجا تنحى مازال اللي في البدن هذيك يحب لها 4 سنين خاطر الصغار راهو نعطيو دوزه صغيره أقل بالكل دونك ومع الماكله اللي نعطيوها كيف كيف نعطيو ليستا نتاع ماكله اللي هي من البي 9 والبي 12 اللي يعاونوا بها مشاكله مش البدن المناعه معناها تشد بلاصتها كما مثلا الصدفيه تجي تقول لك كريمه ولا اي حاجه هو حاجه من داخل دونك تعطي كريمه ماهيش باش تعمل لك حتى شيء كيف كيف راهو للبراس تقول لك انا مثلا نستعمل فيهم بوماده يجيبوها من برا هو سي دو لانتيريور هي مناعه المناعه هذيك باش تعمل دبري نكمل المناعه هذيك باش تشد بلاصتها يفو سواني سا من داخل معناها نعطيو اعشاب اللي هما يقوي لومينيتي مش نقولوا نقص الراس تنشف الاعراض. ميرسي بوكو مدام موني. الوغ عندنا مدام سيده في التليفون. صباح الخير مدام سيده. عالسلامه. شنو احوالك؟ الو مدام. الو عسيمة. عسيمة مرحبا مدام سيدة. استعملت البرودوي بموغ الوغ احكي لنا شنو شريت بالضبط ولشنو؟ انا استعملت برودوي تو عندي شهر من اللي خذيت التريتمون سي لا دوزيام بوتي خذيتها الشهر هذايا عندي ديتاش في وجهي ديتاش بلونش استعملته حسيت لي الكولور بدا يتبدل فهمتك. اصلا حتى عندي دي بوانوار في وجهي زاد عطى افي زاد فيهم. حسيت عنده افي عطاني كحسني شويه واي سيرتو الكولور نتاع ليتاش بدا يتبدل ولا ثم خطوط نوار في وسطه معناها تبدل كولور. فهمتك. وقداش قالت لك تخاتمون تقعد به؟ هي قالت لي من اموا حتى لدوزون وقتاش نجم يعطي الايفي نتاعو ويتنحى كومبليتمون. سامحني مدام انت دونك عندك لي تاش بلانش معناها فيتيريغو معناها البرص. عندك البرص مدام سامحني؟ اي هاي فوالا دونك انت ديجا عندك ريزولتا في شهر او الموضوع اللي كنا نحكيو فيه دونك الحمد لله معناها تواصل واعطيناها ماكله كيف كيف واعطيناها في شتها وامرها واضحه ونقولوا لها ديجا حتى من ليتاش نوا خاطر دي فوا تلقى زاده بيغمونتاسيون دو بو تقول لك ليتاش ما يتنحاوش وانا علشت وانا عملت وانا شريت واستعملت وما تنحاليش احنا نعطيو ننظفوا من داخل ومن برا وبقدره ربي ها ريزولتا في شهر والحمد لله الحمد لله ديجا ثم الحلول. ميرسي بوكو مدام سيده يعطيك الصحه. عايشك مدام منيا سامحني تو في الكا نتاع انسان تنحالو البراس كومبليتمون في 6 شهور وما يكملش العامين ولا لازم يكمل؟ لا يكمل 2 3 موا اخرين وبعد نعطيه الماكله يقعد يتبعها واكا هوا معناها برشا اللي في 3 شهور وفي شهرين يتنحالو كومبليتمون ويمشي معاش ما يجيش وبعد عام يعاود يرجع قول له ريت على خاطر يلزم
يلزم يقعد يتبع ماكله، ثم ماكله ثم مناعه في البدن يلزمها تركح، معناها في شهر وشهرين هو ديجا كيجاوب يلزم هو ثم اكل الكونتينيتي، يلزم يزيد يتواصل حتى للبدن نتاعو مش يشد بلاصتو مش يتخلص منه نهائيا. هو راهو من الورثه ولا من برشا راهي ورثه هي على عفانا وعافاكم الله البرص، دونك يلزم يواظب على التريتمون نتاعو ويقعد ياكل بالكدا، نقصوا شويه من التنرفيز، نقصوا من برشا حاجات وبقدره ربي لاباس. عندنا مدام هاجر في التليفون، صباح الخير مدام هاجر. الو وي على السلامه. صباح الخير. عايشه. الحمد لله عايشك. الوغ مدام هاجر، استعملت البرودوي بيمونغ، شنو استعملته؟ قداش استعملته؟ ايه باهي، انا استعملت البرودوي بوماد هذيك الكريم دو سواغ نتاع الاسكارغو، الاسكارغو هذيك اللي بالبيرل بيان سور. ايه واستعملتها ديجا من عامين. هاي والنتيجه الكريم والله افيكاس، لقيتها وعاودت ديجا خديت منها وفات البرودوي وديجا ما زلت كي عاودت منها. والله عجبتني الحقيقه كبرودوي، الحقيقه افيكاس دونك ساعدني في الكولور نتاع البو، يعطي اكلا وكمان زاد حتى فيه مول كولاجين يعني للبو زاد يكبس اونتي ريد و اي يعمل شد اكسترا اوردينير بور لو فيزاج. كيفاش؟ يعمل معناها ايفي ليفتون، يعمل شد بالبدا. اي بيان سور، هاي تحس ليفي حتى واحد او نيفو هكايا انا فيدي في الوجه تحس يعني بيان سور الوجه فما ايفي نتاع هكا البو تحسها مشدوده بالكدا وفما بريونس واكلا في الوجه يعني تحس الفرق، تحس وتلاحظوا دي حتى انا صدقني يكون نتاع ديجور هكايا الاولانيين لاحظته. نصحت به شكون من جيرانك من اخواتك حدك؟ نعم. نصحت به شكون ولا البرودوي هذا؟ والله لا تفرجت عليكم. لا لا انت نصحت به شكون يشري اخر ولا انت بركة شريته؟ لا سي استعملته انا وعندي اختي زاده بيان سور وقتها كي استعملت انا لولا قلت لها كيف كيف استعملته زاده. و اي بيان سور، واذا فما حد هكا باش نقولوا عليه ما جاني زيت بلو. ايه دونك حاجه واحد هو بيدو جربها ولقاها افيكاس، بوركوا با واحد باش ينصح غيره. ميرسي بوكو مدام، يعيشك. ميرسي يعيشك. ميرسي. المشكله اللي نتاع لي غيد برشا مثلا تستعمل مثلا تاخذ القام توا احنا امباكت نتاع القام نتاع لي غيد وتراها شد في وجهها وتراها وجهها وما تحبش تقول اللي هي تستعمل، معناها انت تقول هذيك طبيعي طبيعي معناها انت تبارك الله تراها توا بيا زردي كي جات قالت نستعمل فيه عندي 10 سنين ونستعمل فيه والحمد لله وبيقولي مبنى وبرشا معناها من العباد اللي راهم في الفيديو ينجموا يدخلوا على الباج نتاعنا بموقع الطبيعي ولا يحطوا بالعربي منيا غزيل تلقاو كل شيء، لقاو التيمونياج وبيا زردي كيفاش تعمل معناها بيا لو دي مثلا برشا، مي برشا تقول لك لي مثلا هذو نتاع العين باللوبانه، انا نحب نقول لهم راهي اللوبانه اي انا اللوبانه من الاولى كنا سنه نقول لك يعمل مشكل يعمل مشكل معناها اللوبانه وهو اللوبانه اللي يمغض اللوبانه. انا ريت برشا في نابل انتم ياسر يمغضوا اللوبانه نقول له ما تمغضش باش ما نحكيوش على عباد لا لا اي اما سنه غينا خاطر اللوبانه تعمل غولاشمون هوني راهي. انا كي قريت في الصين يفو با ماشي، انا في عمري انا عمري ما حطيت لوبينه في فمي، دونك يفو با ماشي خاطر سينو لي موسكل هذونا يطيحوا، راهي لوبينه سي با سا، ولا ثم شكون قلت لك وجهي تنفخ بالكورتيكويد عامله معناها واضح والعباد الكل يعرفوا اللي هي عامله عمليه تجميل مش لازم نسميه شكون، وقالت الناس نستعمل في الكورتيكويد، كورتيكويد كيفاه ينفخ يشحط يعمل ينفخ ما ينفخ برشا معناها ليه ثم حاجات اللي بالحق ما تستبلهش العباد معناها هذا اللي يعمل خلي يعمل بالعكس هو الله جميل ويحب الجمال. انت عملت على روحك يسالش جا اعمل اونتروتيان باللي بخدوي نتاعنا تقعد يجيك مطلوق كيكا بوندون 3 ان بوندون 2 ان يقعد يجيك لاباس عليه. اما مش هذا يبدا هكا وهذا توانا يقولوا لي هذا قول لهم هذا راهو عظم انا مش عامله. احنا عندنا الكل بناتي ثلاثه داير عندهم هذا هذاك من عند ربي ونهارت اللي باش نعمل راني توا نقول راني عملت تبع العائله وانت تبع العائله انت زاد عندك فهمت معناها ثم هذو عباد عندهم من عند ربي مي ثم زاد حاجات اللي معمول معمولك او معنا دورساف اوكي صباح الخير مدام دورساف شنو احوالك؟
الحمد لله فضلك عايشك. يعيشك. الوغ مدام حكينا على برودوي بيمو، كيفاش استعملته؟ منين عرفته؟ اي اون فيت ساعة عسلامة الحضور الكل. عايشك. فرحوا. اي فرحوا كيف. دونك حبيت نحكي دونك من خلال برنامجكم على تجربتي مع البرودوي نتاع مدام مونيا. دونك اكيد استعملت دي برودوي اخرين وما عطاو حتى نتيجه. ما احنا شنو استعملت مدام احكينا؟ انا استعملت كريم انتي تاش وخديت البلانت جانسينك، بالحق فادتني. دونك بعد شهرين مريت تحسن، معناتها لي تاش ولاو معناتها ولات نقبلهم. كنت قبل نبدا شوكي ولا نبدا على اعصابي. دونك وحاجه اخرى سيغتو البلانت جانسينك، والله حتى بالحق اسمها اونتي ستريس، خاطر وليت نحس روحي كول. فهمت؟ دونك بخلف هذاك استعملت زاد ليكخون، ليكخون يعطيها الصحه خاطر ايبيغ سونسيبل البو نتاعي، مشات معايا بالقدا. فهمت؟ وانت اللي بت بها الكريمه؟ كيفاش سامحني؟ انت اللي بت بالكريمه؟ مدام مونيا قالت لك انت بت بالكريمه، عملت الكريمه ورقدت بها؟ اي عملت لك خو يعطيك الصحه بقصدني حتى ان الكاليتي نتاع البوم تاعي تحسنت. فوالا معناها حتى كنت بيت بي انا جبت دو بريفيرونس نقول لهم لي يقولوا نادي انت تعمل 50 دقيقه على الوجه وبعد تمسح بمنشفه مبلوله وتشلل بالماء. دونك ما خاطر كي ترقد راهو يلزم البو تقعد متنفسك، ما نجموش حتى لو كان برودوي ناتوريل ما نجموش نرقدوا بها. ثم كليونات ساعات ترقد، ثم شكون الصابون معناها لونتي اكني الصابون قعدت به اربع ايام ما غسلتش وجه بنتها، معناها شيء يدوخ. يا مدام خيتي كيفاه؟ اي معناها ساسفي با. اقولها ليه يا مدام يعيشك، راهو كي يقول لك نكته تغسل بها وتشلل وجهك في الصباح ويستعمل كان مره بركه في النهار، ما يلزمش لي بوغ يقعدوا محلولين نهار كامل تاع الوجه، خاطر انت كي تغسل وتنظفوا لي بوغ يتحلوا. دونك مره بركه كي باش تستعمل وترش بسبراي اكاو. اي اما احنا عندنا توينسه العقليه هذيك نتاعهم قالوا لي 20 دقيقه، اما باش نحطها ساعتين باش هي كان عملت 20 دقيقه في حياتها باش تفتح. عندنا مدام غاده في التليفون. صباح الخير مدام. صباح الخير. شنو احوالك؟ صباح الخير. حبيت نكلم مدام منى غزير. تفضل. يا عايشه. ايوا احنا مش نشوفوا. صباح الخير مدام. هي قالت نكرم ولا انا نكلم؟ نكلم احنا ما احناش هنا. باهي مدام، شنو تحب تقولها مدام منى؟ صباح الخير. مدام منى جربنا عندها دواء الفاريس ونفعني برشا، حبيت نقول لها يرحم والديك. شنو هو مدام استعملت البرودوي؟ نعم. شنو استعملت البرودوي؟ دواء الفاريس. الباريس. آه. ديجا عديت قبل وما يرتاحش وهو يقلق كشكل وكتعب، اما معاها هي يرحم والدها كشكل وكتعب لزوز تنح. الحمد لله. يرحم والده. يعيشك مدام سامحني، معناها في دو جوغ في نهارين بريت؟ في نهارين بريت؟ مقصول عقلت. لا 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 استعملت ديجا استعملته شهر كامل. فوالا. وبالحق ومن الاول ريت النتيجه من الجمعه الاولى. معناها الجمعه الاولى ترى النفاخ والتنمين والحريق من نهار الاول. من نهار الاول تفرهدت يعني البيت فرهدت وكل، ومن بعد كينا الكولور نتاعها في البلو هذاك وكل بدا يتنحى. والعروق باش يتنحى، وقلنا لها راهو انتر 8 موا ثم كان يبداو برشا راهو عام سينو 6 اشهر. نحولي وديجا راني راجعه باش نرجع نزيد نكمل من الدنيا الكل. اما يرحم والديك بالحق كل عديت وكل ما يتنحوش ونزرقوا لهم ويبقوا هكاكا وكل ويقلقوا حتى نفسانين يقلقوا. الحمد لله. ميرسي مدام. الدواء هذاك الحمد لله يا رب. ديجا الواحد حتى كيف يشوفهم حتى هكا مازالوا ما يتنحوش الكل ولا خاطر ما كملش بالدواء انا مو الحق. نبدا مطمئنه نقول له نشري الدواء تنحو. ميرسي. يعيشك مدام. يعيشك لله صحة وفرحة مدام. أيوب. يعيشك يخليك. ألو. يعيشك. يعيشك. كيفاش أيوب خويا؟ أنا نحب نعمل تيمونيال صغير. نهار جيت مونيا قلت لها راه ساقي من الوقوف، خاصة في الخدمة احنا لي كويزيني نقفوا ياسر. قلت لها ساقي فيها كيما العروق كزرق وكل شيء، قالت لي راه فاريس. عطاتني بوماد الحقيقة لقيت بها على الآخر، على الآخر ما عادش توجع فيا كيما العادة. من فعلك هذاك مش فاريس. نسيتها أنا والله. الحمد لله عليك. فاطمة هي. نسيتها نسيتها. توا تذكرت. ذكرتني الشعر. أي خدام تاع تساقط الشعر أما والله ما كملتش. والحسن والشو آخر. لا 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 بس علي ولي تطويل الصيف عنده زاد اخبار كوزي اما ما كملش بتاع شعره عمل المرا برك ما استعملوش في شعره استعملوا في لسانه تطويل لسان عمل مش تطويل الشعر دونك هذاك علاش ما مشاش في شعره مشى في لسانه لا مشى في شعر هذاك كان من قدام فارغه وقت مليح حد وغادي هو كهو حاجته بالفتشات اه مالا سختو سناعه
ميساج تقبل ما يعرس رجلوا الامور مريقل 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 ايوب مريقل. دونك هوني باش نعملوا شويه انونتي ساغه للكاهنه فيو راهي كاهنه استعملت العشبه ونحط قضينا حياتي كاهن توا وصلت 28 ثانيه بارك الله انا نحب نقول حاجه قبيله انا سكت خانسه توا باش نقول حاجه مرة فات نشوف التصاور نتاع خانسه وانا خانسه ديما تجيب حدينا وتقول راني انا كي جي بيردو دو بوا جي بيردو دو بوا ما كنتش نتصور اللي بالحق خانسه كانت سمينه معناتها بالطريقه هذيك حتى كاهنه زاده توا تبعت لكم كاهنه على ال 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 ريت ريت وراتني كاهنه المره اللي فات وراتني بلادنا كاهنه سمينه سمينه زاده كيف كيف بعد اللي جابت ياسين تحلت بالقدا بالقدا وبعد كل مره هي راهي بخيله زاده شديت فيها الصحيحه هكا ليه انا مع خانسه سورتو توا كيفاش نراب دنا ساقيه ما شاء الله تبارك الله ما انت مصطفى قلت راهو كل وقت المفلجوشين تاع العبيد مش كيفاش وتعرف خانسه راهي المي دو زون بور ميغريغ راهو ثم عبيد توا كي تاخذ العشبه تقول لك مثلا نقص 5 كيلو ولا 2 كيلو ولا 3 كيلو راهو ثم بدا يعمل بلوكاج تلما انت تستانس انا خانسه المي دو زون مش ضعافت وضعافت بطريقه معناها كي يوصلوا يقعدوا يشربوا الماء ويعاودوا ياخذوا من البلونت راهو الواحد يعاودوا يضعفوا ما تمش. انت شحال تعمل توا؟ هذايا اونتي ساغن فيو راهو الواحد زاد يضعف البو تتعمل شويه البارح قلت لها اليوم نعملوها في البلاتو دونك هوني عملنا شويه كامومي هذايا دوب معناها تقعد كان 20 مينوت وبعد نمسوها بمنشفه مبلوله اللي هي راهو هكا 20 مينوت فا احنا هوني خليناها دقيقه معناها مش نوريهم اللي في كاسيتي نتاع البرودوي دونك هيك ديجا البلاصه راهوها كيفاش افتحت وبعد ناخذوا شويه سيغام اللي هذايا معمول بالبودغ دو هاكا الكل اذهب هذا نعملوه هكا هي ديجا زادة كي ضعفت راهو وجهها ترخى شويه توا تبارك الله كي عملت تحنيكات وعملت قاعده تستعمل في المنتوج دونك عندها للمعمل عاد والله ليه يا فاطمة والله بخلية راهي والله ليه هي ديجا هكا الا ما نشدها انا اعمل 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 قلت لها وجهك راهو تعمل مازلت صغيرة دونك هاو اغزروا الريزلتا هذا اوكا في شوية وقت باختي هذه هكا يتنفق هذا ويتهز خاطر البرودوي فيه الكولاجين وفيه البودغ دو فيه البودغ دو بيغل وفيه اسرار منيا غزيل اللي هما موجودين اللي ما يعرفهم حتى حد دونك هذوك اللي محطوطين اللي هما قاعدين يعملوا في يا اخي مالها مشيت تقرا في الصين كيكا هنا والله هكا هاو خلاص دوسه كيكا والله عاد نذكروا بلاد هذاك بعد طب الطرد مش مشيت للصين الراجل باع طب الطرد مش مشيت بها للصين خاطر ساكو دو لارجون مع مترجمه مع واحد ساكو دو لارجون دونك الحمد لله اللي ربي جابني في الصويب بالمجد والعباد فرحانين بالمنتوجات نتاع في موقع الطبيعي توا المنتوجات باش يكونوا ان شاء الله متواجدين في مونريال عندنا زياره للمونريال دونك ان شاء الله بقدره ربي يصير جسر تواصل بين ان شاء الله يا رب كراس العالم تعطي غفير ان شاء الله جيب لنا شوكولاته نجيب لكم باش تكون كاينه كي موغون بلاس السونتر محلول ثم لي زاسيستونت يفرحوا بالعباد الكل هما اللي لاهين انا جوست بور لو مومون راني نحضر في الخدم في لي برودوي دونك خاطر البرودوي الكل راهو بالعصار وبالقطار وفي ما ماهوش معناها ماكينات وكل التليفونات التليفونات تفضل لله اللي هو كل يوم من 9 ل 6 نتاع العشيه 98 200 0 23 24 355 0 31 24 341 لي سامحني قال 29 0 31 24 355 0 31 29 0 31 0 32 22 341 341 كل يوم من 9 ل 6 في السنتر ما عدا يوم الاحد راهو اكتظاظ كبير على التليفون استناونا واللي ما ينجمش يتحصل راهو ينجم يجينا سيغ بلاس ونبعثوش دي كوموند خاطر راهو ما عندناش الوقت ونخاف سيغتو من التكسير ومن البرودوي ما يوصلش سالم ويتبدلش ولا اي حاجه ان شاء الله يا ربي يوفقنا وراهو توا في صفاقس جاو من جرزيس ومن قابس ومن قبلي ومن كل البلايص البعاد نحب نقول لهم يعيشكم على ثقتكم في منتوجات بما قد طبيعي وان شاء الله يا ربي ديما نكونوا في المستوى مش تكونوا انتم فرحانين. ميرسي بوكو مدام منير زين ميرسي بوكو كاهنه مرحبا بيك في كل وقت الوغ احنا نخرجوا فاصل ومن بعد نرجعوا.